بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد سيد الخلق أجمعين. طلبتنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعود لكم مرة أخرى بهذه المحاضرة، وهي المحاضرة الأخيرة في مقياس مدخل الاقتصاد لهذا السداسي الأول من السنة الجامعية 2020-2021، حيث أن محاضرتنا هذه سوف تكون حول محور الأنظمة الاقتصادية، حيث تتضمن دراسة الأنظمة الاقتصادية كيفية ارتباط الهيئات والمؤسسات المختلفة مع بعضها البعض، وآلية تدفق المعلومات بينها، والعلاقات الاجتماعية داخل النظام بما في ذلك حقوق الملكية وهيكل الإدارة. حيث يركز تحليل الأنظمة الاقتصادية بشكل تقليدي على دراسة الاختلاف والمقارنة بين اقتصاد السوق واقتصاد التخطيط المركزي، وعلى التمييز بين الرأسمالية والاشتراكية وكذلك النظام الاقتصادي الإسلامي، حيث نميز بين 4 أنواع أساسية من الأنظمة الاقتصادية، هي النظام الاقتصادي الرأسمالي أو ما يسمى بالنظام الاقتصادي الليبرالي أو نظام اقتصاد السوق أو النظام الاقتصادي الغير موجه، وكذلك النظام الاقتصادي الحر. وكذلك لدينا النظام الاقتصادي الاشتراكي، والذي يسمى أيضا بالنظام الاقتصادي الماركسي والنظام الاقتصادي الموجه. لدينا أيضا النظام الاقتصادي المختلط، وأخيرا النظام الاقتصادي الإسلامي. وسوف نحاول من خلال هذه المحاضرة التطرق لكل نوع من هذه الأنظمة الاقتصادية على حدة. نبدأ بالنظام الاقتصادي الرأسمالي، حيث يعرف النظام الاقتصادي الرأسمالي بأنه نظام اقتصادي يتميز بنمط من الإنتاج يرتكز على تقسيم المجتمع إلى طبقتين أساسيتين، هما طبقة مالكي وسائل الإنتاج سواء كانت مكونة من أفراد أو مؤسسات، والذين يشترون قوة العامل لتشغيل مشروعاتهم، وطبقة العمال المجبرة على بيع قوة عملها، ألا وهم العمال لأنهم لا يملكون وسائل الإنتاج. أهم رواد وأب هذا الفكر الاقتصادي هو المفكر الفيلسوف الاقتصادي البريطاني آدم سميث. بالنسبة لمبادئ النظام الاقتصادي الرأسمالي، لدينا جملة من المبادئ لعل أهمها هي الملكية الفردية أو الخاصة لوسائل الإنتاج، حيث يعترف القانون في الدول الرأسمالية بحق الفرد في تملك الأموال ملكية خاصة، سواء كانت هذه الأموال سلع استهلاكية أو سلع إنتاجية. وحق الملكية على الأموال يشمل مجموعة من الحقوق الفرعية تتمثل في حق الاستعمال والاستغلال، لكن يغيب الاعتراف بحق الملكية بأن تصبح كل الأموال الموجودة في المجتمع مملوكة للأفراد ملكية خاصة. فالدولة الرأسمالية تتملك جزء من الثروة القومية مثل المباني الحكومية وأراضي الدولة، المناجم، الغابات، الجسور، الطرق إلى آخره. حيث من هذا المبدأ ألا وهو الملكية الفردية، نجد بأن النظام الاقتصادي الرأسمالي يدعو إلى ملكية الأفراد لوسائل الإنتاج، وتبقى حدود ملكية الدولة فقط في الأمور التي تحتاجها كالمباني الحكومية والأراضي والمناجم والغابات إلى آخره. المبدأ الثاني هو مبدأ عدم تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي، حيث أن الدولة في النظام الاقتصادي الرأسمالي تلعب فقط دور المراقب للسوق. المنافسة من أهم حيث تعتبر من العوامل التي عفوا حيث أن هذا المبدأ هو مبدأ بسيط جدا. إذا تمتع نشاط الأفراد بالحرية، كان العمل الحر للأسواق يتميز بالفاعلية، حسب النظام الاقتصادي الرأسمالي، كلما كانت الحرية والطلاقة في العمل كلما زادت الفاعلية التي تحقق المنفعة للجميع. وعليه في ظل النظام الاقتصادي الرأسمالي يجب أن تترك الأسواق تقوم بدورها الطبيعي، ولهذا فعل الدولة ألا تتدخل في النشاط الاقتصادي إلا في أضيق نطاق وفي نطاق محدود جدا، مثل خدمات التعليم، الشرطة، القضاء، الدفاع عن السيادة الوطنية إلى آخره. المبدأ الثالث هو مبدأ المنافسة الحرة، حيث أن المنافسة من أهم خصائص النظام الاقتصادي الرأسمالي، تعتبر من العوامل التي تعمل على زيادة الكفاءة الاقتصادية والإنتاجية. فتضمن هذه المنافسة تخفيض التكلفة إلى أقل حد ممكن، وحالة المنافسة الكاملة تحقق أعلى فاعلية للأسواق، وهذا يؤدي بدوره إلى تحقيق الرفاه الاقتصادي. حيث كلما زادت المنافسة حسب النظام الاقتصادي الرأسمالي، كلما قلت التكاليف وكلما تعددت تلبية الحاجات. المبدأ الذي يليه هو المبدأ الرابع، هو مبدأ حافز الربح لمالكي وسائل الإنتاج، حيث أن الرأسمالي مالك وسائل الإنتاج هو الذي يقوم بجمع عوامل الإنتاج واستغلالها في إطار مشروعه الرأسمالي، وهو بذلك يمثل الشخص الأساسي والهام في العمليات المكونة للنشاط الاقتصادي الرأسمالي، حيث يعد حافز الربح الدافع الأساسي للنشاط الذي يقوم به، وهو المحرك الرئيسي لأي قرار يتخذه المنتجون. لذلك نجد أصحاب عناصر الإنتاج يسعون نحو الاستغلال الأمثل للموارد من أجل تحقيق أقصى ربح.
لدينا أيضا مبدأ آخر، هو مبدأ سيادة المستهلك. بما أن المستهلك يسعى إلى تحقيق أقصى ربح، فإن رغبات المستهلكين هي التي تحدد مجالات الإنتاج والتي فيها ربح أكبر. لذلك حين تزداد رغبات المستهلكين في منتج يزداد طلبهم عليه، وبالتالي يتجه المنتجون إلى إنتاج هذا المنتج ليربحوا أكثر. فرغبات المستهلكين هي التي تقرر ما يجب إنتاجه عليه. فإن مبدأ سيادة المستهلك هو ببساطة إنتاج سلعة معينة لتحدد درجة رغبة المستهلك فيها. المبدأ الذي يليه هو مبدأ جهاز الثمن كآلية للتأثير في النشاط الاقتصادي، وهو مبدأ مهم وأساسي في النظام الاقتصادي الرأسمالي، لأنه توجد رغبات المستهلكين في سلع معينة. هذه الرغبات تسمى بقوى الطلب، وتوجد رغبات المنتجين في عرض منتجاتهم وبيعها لتحقيق أقصى ربح ممكن تسمى بقوى العرض. فنتيجة للتفاعل بين قوى الطلب وعرض وقوى العرض تتحدد الأسعار وتتحدد كمية كل منتج في السوق، حيث أن قوى العرض والطلب حسب النظام الاقتصادي الرأسمالي تتحدى بمبدأ جهاز الثمن. نذهب الآن إلى مزايا النظام الاقتصادي الرأسمالي. للنظام الاقتصادي الرأسمالي عدة مزايا نذكر أهمها: تطوير العملية الإنتاجية وحدوث الطفرة في الإنتاج، تحسين مستوى المعيشة نسبيا، وكذلك كفاءة استغلال الموارد الاقتصادية. أما بالنسبة لعيوب هذا النظام، فأولها نجد استفحال ظاهرة الاحتكار، الذي يقصد به انفراد مشروع من المشروعات بعمل إنتاج معين يقوم به، بحيث لا يستطيع مشروع آخر منافسته فيه. ويترتب على ذلك أن المحتكر يستطيع السيطرة على السوق من حيث تحديد الأسعار والكميات، ويتعطل جراء ذلك جهاز الثمن ويفقد فاعليته في توزيع وتخصيص الموارد بشكل يحقق الكفاءة. فمن مساوئ الاحتكار أن المحتكر يلجأ إلى تحديد حجم الإنتاج وحرمان السوق من السلعة لرفع أسعارها وتحقيق أرباحه الاحتكارية. نجد أيضا من عيوب النظام الاقتصادي الرأسمالي سوء توزيع الدخل والثروة، نظرا لتركز عناصر الإنتاج عند فئة معينة من المجتمع هم مالكي وسائل الإنتاج. أما غالبية المجتمع والذين يمثلون الطبقة العاملة لا يتحصلون سوى على أجور محدودة توجه الاستهلاك وجزء قليل منها للادخار، في حين أن أصحاب مالكي عوامل الإنتاج يتحصلون على أرباح كثيرة متتالية. الأمر الذي يخلق فجوة بين طبقات المجتمع تؤدي إلى سوء توزيع الثروة والدخول. كذلك انتشار البطالة وتكرر الأزمات والتقلبات الاقتصادية هي أحد عيوب النظام الاقتصادي الرأسمالي. لقد ساد الاعتقاد أن جهاز الثمن في إطار من الحرية الاقتصادية كفيل بتحقيق الاستخدام الأمثل والكامل للموارد، إلا أن السير الطبيعي للنظام الرأسمالي أدى إلى ظهور بطالات، وذلك عندما يرغب مالكي وسائل الإنتاج في التقليل من كمية سلعة ما بهدف زيادة سعرها. هذا يعني أنه يجب الاستغناء عن طاقات من عوامل الإنتاج، وبالتالي تسريح جزء من العمال. كذلك الحرية الوهمية، بما أن عناصر الإنتاج ترتكز عند طبقة معينة من المجتمع ألا وهم مالكي عناصر الإنتاج، فإن غالبية المجتمع التي تمثل العمال لا يستطيعون القيام بمشروعاتهم الخاصة لعدم امتلاكهم لهذه الوسائل، وكذا احتكار طبقة مالكي عوامل الإنتاج لها. أما بالنسبة للنقطة الأخيرة في النظام الاقتصادي الرأسمالي، فهي حول مواجهة المشكلة الاقتصادية في هذا النظام. إن جهاز الثمن في النظام الاقتصادي الرأسمالي يتكفل بتنظيم النشاط الاقتصادي وتوجيه الأفراد نحو فرص الربح الموجودة، فهو أداة فعالة لإيجاد التوازن بين الإنتاج والاستهلاك. فارتفاع الأثمان يؤدي إلى زيادة أرباح أصحاب رؤوس الأموال مالكي وسائل الإنتاج، الأمر الذي يدفعه إلى التوسع في العملية الإنتاجية، فتزداد الكمية المعروضة من السلع والخدمات، ما ينتج عنه انخفاض أثمانها. كما أن الأثمان هي التي تحدد كيفية توزيع عوامل الإنتاج على القطاعات الإنتاجية تبعا لرغبات المستهلكين. فازدياد الطلب على السلع يؤدي إلى ارتفاع أسعارها، والعكس يؤدي إلى انخفاض أرباح منتجيها وانكماش إنتاجها أو توقيفها. وبناء عليه، فإنه في ظل النظام الاقتصادي الرأسمالي يعتبر جهاز الثمن الذي يعبر عن تلك الحركات التلقائية والطبيعية للأثمان الناتجة عن التفاعل لقوى العرض والطلب في السوق كفيل لمواجهة المشكلة الاقتصادية وتوجيه النشاط الاقتصادي. إذن حسب النظام الاقتصادي الرأسمالي، فإن جهاز الثمن هو الوحيد الذي يكفل مواجهة المشكلة الاقتصادية. نذهب الآن إلى النظام الثاني، ألا وهو النظام الاقتصادي الاشتراكي. حيث أن الاشتراكية اصطلاح واسع المعنى ينطوي تحت عدة مذاهب ومدارس مختلفة، والقاسم المشترك بينها رغم تباين اتجاهاتها ونزعاتها هو مناهضتها للمذهب الفردي الحر.
أو الليبرالي أو الرأسمالي الذي كرسته الرأسمالية، وتجمع على إحلال النظرية الجماعية محل النظرية الفردية وضرورة تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي مع تباين وجهات النظر حول حدود هذا التدخل بين مؤيد لمجرد التدخل لتحسين أوضاع الطبقة العمالية وبين مناصر لفكرة إلغاء الملكية الفردية تماما بكل صورها وإحلال الدولة محل الفرد وحافز المصلحة العامة محل حافز الربح. أهم رواد وأب هذا الفكر هو الاقتصادي الألماني كارل ماركس. من أهم مبادئ النظام الاقتصادي الاشتراكي هو مبدأ الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج، وهو عكس المبدأ الملكية الفردية والخاصة لوسائل الإنتاج حسب النظام الاقتصادي الرأسمالي، حيث يقوم النظام الاقتصادي الاشتراكي على مبدأ الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج عكس النظام الاقتصادي الرأسمالي. فالملكية الفردية في النظام الاشتراكي تكاد تنحصر في أشياء بسيطة جدا كالسلع الاستهلاكية، حيث الفرد لا يحق له امتلاك وسائل الإنتاج والموارد الاقتصادية التي تترتب عليها عمليات إنتاجية. فملكية وسائل الإنتاج تكون لجميع الأفراد معا، تديرها الحكومة ليتسنى لها تحديد السلع الواجب إنتاجها وتوزيعها بين الأفراد. وتأخذ الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج إحدى الصورتين، إما ملكية الدولة وهي أكثر شيوعا في التطبيقات الاشتراكية، أو الجمعيات التعاونية التي تنشأ لمالك الأراضي الزراعية أو الصناعات الصغيرة، حيث يؤدي هذا إلى إلغاء الملكية الفردية، إلى تقليص وتقريب الفوارق بين الطبقات، وبالتالي اختفاء الطبقة الرأسمالية في هذا النظام. يتقاضى الفرد أجره في النظام الاقتصادي الاشتراكي نظير ما يقدمه من الجهد، ويصبح الجهد المبذول في الإنتاج هو أساس التفرقة في المستوى المعيشي بين الأفراد. كذلك لدينا ما يسمى بمبدأ إشباع الحاجات الجماعية، وهي الهدف الرئيسي من العملية الإنتاجية، ويلغى حافز الربح في النظام الاقتصادي الاشتراكي. حيث يسعى إلى إزالة الفوارق الطبيعية الطبقية عفوا التي سادت المجتمع الرأسمالي، وذلك عبر إلغاء حافز الربح. إذا هذا هدف الاشتراكية، فلا يصبح الهدف من النشاط الاقتصادي هو تحقيق الأرباح، لأن الربح عند أصحاب الفكر الاشتراكي يعتبر وسيلة من وسائل الاستغلال، وهو يؤدي إلى سوء التوزيع في الدخل والثروة، وبالتالي يحل محل الربح كحافز اقتصادي ما يسمى بالشعور القومي والوطني والإحساس بالمسؤولية والمشاركة في إشباع حاجات المجتمع. ونتيجة لعدم وجود الربح في النظام الاشتراكي تقوم الدولة بتغطية أغلب الحاجات مثل التعليم الصحة وكلها مجانية. إذا المبدأ النظام الاقتصادي الاشتراكي يدعو إلى إشباع الحاجات محل حافز الربح. هناك مبدأ آخر ألا هو مبدأ التخطيط المركزي للاقتصاد القومي، وهو عكس قوانين العرض والطلب وجهاز الثمن في النظام الاقتصادي الرأسمالي. إن توفير المبادئ السابقة نظريا وعمليا في المجتمع الاشتراكي يمنح الدولة حق تملك وسائل الإنتاج وتحديد أولويات العملية الإنتاجية لتحقيق الهدف المعلن، ألا وهي إشباع الحاجات الجماعية لغالبية أفراد المجتمع. فمن هذه المعطيات توضع على عاتق الدولة تنظيم العمليات الاقتصادية المختلفة الخاصة بالإنتاج والتوزيع من خلال التخطيط المركزي، والذي يتمثل في وضع خطط قومية مركزية شاملة تحدد أهداف الاستهلاك والإنتاج، وتحدد توزيع الموارد الإنتاجية، وكذا تحديد القطاعات التي تتولى الإنتاج، كما تضبط كيفية التوزيع الإنتاج بما يضمن تحقيق الإشباع الفعلي للحاجات. وعليه فإن جهاز التخطيط المركزي يعبر عن خطة ملزمة لكل الهيئات والقطاعات بما يضمن الرشادة الاقتصادية في المجتمع. الرشادة الاقتصادية نقصد بها كفاءة عوامل الإنتاج. من بين مزايا النظام الاقتصادي الاشتراكي هو أن التوزيع المتكافئ للسلطة بين الأفراد، لأنه لا يوجد هناك أصحاب عوامل الإنتاج. التوزيع المتكافئ للدخل، لأن تقريبا كل الأفراد مساهمين في العمل الإنتاجي وتحصلون على دخول متكافئة. الاختفاء النسبي للأزمات الاقتصادية الدورية في ظل الاقتصاد الموجه، لأن الدولة تتدخل. غياب ظاهرة الاحتكار في الأسواق وما يرتبط بها من آثار سلبية. بالنسبة لعيوب النظام الاقتصادي الاشتراكي، أهمها هي ضعف الحوافز الفردية الخاصة بإنجاز الأعمال، قلة الإنتاجية لأن هناك انخفاض إنتاجية العمال، لا يوجد حوافز الربح، قلة الكفاءة الإنتاجية والاقتصادية في تخصيص الموارد، وأخيرا قتل روح المبادرة والإبداع والابتكار. أما بالنسبة لمواجهة المشكلة الاقتصادية في النظام الاقتصادي الاشتراكي فهي عن طريق جهاز التخطيط المركزي. في النظام الاقتصادي الاشتراكي يتكفل بتنظيم الحياة الاقتصادية وبتوزيع المواد على القطاعات المختلفة طبقا لخطة عامة تضعها السلطات المركزية، وتلتزم كافة الوحدات الانتاجية بتنفيذها. تتكون السلطة المركزية من مجموعة معينة واقتراح ما تراه مناسبا في شأنها. في جهاز التخطيط المركزي يضع الخطة التي تحدد معدلات الانتاج كما ونوعا وما يلزم
لتحقيق هذا الإنتاج من عوامل الإنتاج، ولا تستهدف خطة الإنتاج تحقيق الربح وإنما تحقيق المصلحة العامة كما سبق وأشرنا سلفا. نذهب الآن إلى النظام الاقتصادي الثالث، ألا وهو النظام الاقتصادي المختلط، وهو عبارة عن ذلك النظام الاقتصادي الذي يجمع بين سمات عدة أنظمة اقتصادية ولم تحدد في إطاره سمات محددة تجعل منه النظام الاقتصادي المعين بصفاته الأصلية، سواء في جوانبه النظرية أو التطبيقية. من أهم مبادئ النظام الاقتصادي المختلط هي عبارة عن مبادئ ممزوجة ما بين النظامين السابقين الرأسمالي والاشتراكي، أهمها مبدأ أهمية وجود الملكية العامة للدولة والمشروعات العامة، وكذلك وجود الملكية الخاصة والمشروعات الخاصة في عمل الاقتصاد وأداء نشاطه. مبدأ آخر هو مبدأ وجود قدر من التخطيط أو التوجيه الحكومي للنشاطات الاقتصادية بمقدار معين، مع الاعتماد بحدود معينة على السوق والحرية في القيام بالنشاطات الاقتصادية، كذلك تحقيق المصلحة الخاصة التي تسعى المشروعات الخاصة نحو الوصول إليها، ولكن تحت مراقبة الدولة، وذلك بتنظيم عملها بسن القوانين اللازمة لها. يوجد أيضا مبدأ المحافظة على حقوق العمال وتوفير العمل، وذلك بتدخل الدولة في تحسين الظروف العملية، والتي تمثل في تسقيف الحد الأدنى للأجور، التقليل من ساعات العمل، الحد من استغلال العامل، توفير التأمين والضمان الاجتماعيين إلى آخره. قيام الضمان الاقتصادي المختلط، ومن خلال الدولة بتوفير الحرية للمستهلك بحيث يتم الإنتاج طبقا لرغباته وتفضيلاته، وتوفير الإعانات للمستهلكين الغير قادرين على تلبية حاجياتهم الأساسية. كما يحافظ النظام على حقوق المنتج المتمثلة في حقوق الملكية، توفير قوانين العمل، آلية السوق، جهاز الأسعار، وحرية التعاقد. بالنسبة لمواجهة المشكلة الاقتصادية في النظام الاقتصادي المختلط، فعلى اعتبار أن النظام الاقتصادي المختلط في مبادئه يجمع بين النظامين السابقين الرأسمالي والاشتراكي، فإن نظرته تجاه حل المشكلة الاقتصادية تكمن في الجمع بين جهاز التخطيط المركزي على أساس تدخل الدولة لإيجاد حل من التوازن بين الإنتاج والاستهلاك، وبين تبني جهاز الثمن وترك آليات السوق تأخذ مجراها لحل المشاكل الاقتصادية. الآن نذهب للنظام الاقتصادي الأخير، ألا وهو النظام الاقتصادي الإسلامي. إن النظام الاقتصادي الإسلامي هو مجموعة الأصول العامة المستخرجة من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، والتي تلائم البيئة المحيطة بنا والعصر الذي نعيشه، باعتبار أن الإسلام دين صالح لكل زمان ومكان. من أهم مبادئ النظام الاقتصادي الإسلامي هو مبدأ العقيدة، حيث أن النظام الاقتصادي الإسلامي يرتكز على جملة من المبادئ. نبدأ بالمبدأ الأول، هو مبدأ العقيدة. إن النظام الاقتصادي الإسلامي نابع من العقيدة الإسلامية التي تجعل من الإيمان بالله وتقواه عامل من عوامل الإنتاج، واندرج ضمن هذا المبدأ مجموعة من الأسس العقائدية، هي أولا الاستخلاف، والذي نقصد به الإنسان بوجه عام مستخلف من الله في هذه الأرض لعمارتها واستثمار خيراتها. ثانيا التسخير، ذلك أن الأرض وما فيها هي مسخرة للإنسان ليتمكن من تحقيق الاستخلاف لله سبحانه وتعالى. ثالثا الانتفاع، فتسخير الأرض واستخلافها يقتضيان انتفاع الإنسان مما يوجد من مواردها الباطنية والظاهرية الوسائلية. فالنشاط الاقتصادي إنتاجا واستهلاكا واستثمارا ليس غاية، وإنما وسيلة لعبادة الله والحفاظ على الدين العمومية. فاستخلاف الأرض والانتفاع بمواردها لا يختص الله بها فريقا من الناس دون غيره، بل هي لكل الناس عموما. خامسا أو سادسا المكانة، ذلك أن ما يقتنيه الإنسان نتيجة لكسبه من المال لا يعطي لصاحبه امتيازا خاصا، كما لا يلحق به فقدان المال أو الفقر عضضا. وأخيرا المسؤولية، فيتحمل كل إنسان نتيجة ما أعماله ونشاطه، وهو المسؤول عنه مسؤولية دنيوية ومسؤولية أخروية. المبدأ الثاني هو مبدأ الأخلاق. لا تنفصل النظرية الاقتصادية الإسلامية عن الجانب الأخلاقي، سواء من حيث الوسائل والنظريات أو من حيث المقاصد والأهداف، ولهذا فإن تدعيم المبادئ الإخلاقية يعتبر من أهم المقاصد الشرعية المعترف بها. مبدأ آخر، ألا وهو مبدأ الثواب والعقاب، يستهدف المسلم من أعماله الاقتصادية نيل أكبر قدر ممكن من الثواب في الآخرة، والذي يتحقق عن طريق السير على منهج الله تعالى وطبقا لشريعته وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. مبدأ الحلال والحرام، تدخل قاعدة الحلال والحرام في المنع والإباحة وفي توجيه النشاط الاقتصادي، لأن قاعدة الحلال والحرام تضع في اعتبارها مصلحة المجتمع الإسلامي فوق كل
اعتبار. بالنسبة لي النقطة الأخيرة ألا وهي مواجهة المشكلة الاقتصادية في النظام الاقتصادي الرأسمالي. إن المشكلة التي جاء الاقتصاد الغربي لعلاجها تتلخص في مشكلة الندرة، ندرة الموارد، والتي يقصدون بها أن الموارد المتاحة أقل من الحاجات المطلوبة، ولكن الاقتصاد الإسلامي باعتباره جزءا من نظرة الإسلام الشاملة فلا يعترف بهذه المشكلة كما يقررها الفكر الغربي، وإنما تنبع المشكلة الاقتصادية في نظر الإسلام ليس من ندرة الموارد ولكن من سوء توزيعها. فالله سبحانه وتعالى قد خلق الأرض وقدر فيها أقواتها، وهي كافية لكل من دب عليها طيلة حياته. وبعبارة أخرى، فإن المشكلة الاقتصادية تنشأ حين يتخلى الناس عن السير في هذه الأرزاق وفق ما أمرهم به الرزاق الكريم سبحانه جل وعلا، فحينئذ ينشأ الاختلال وتبدأ المشكلات التي لا علاج لها إلا بالعودة لمنهج الإسلام القويم. كانت هذه هي محاضرتنا الأخيرة طلبتنا الكرام حول الأنظمة الاقتصادية. نتمنى أن نكون قد أوصلنا لكم ولو جزء صغير من الأفكار الخاصة بهذه المحاضرة والمحاضرات السابقة. شكرا جزيلا على متابعتكم والإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.